برنامج تاع توزيع 60 ساكن في من جلة 220 ساكن ترقاوي اللي راه في طول الإنجاز، وهذا بفضل الجهود تاع الجميع اللي رفع العراقيل هذا والعوائق التي كانت تعيق هذه البرامج، بفضل تعليم السيد الوالي ولاد الشرف باش خلى كل متدخلين بما فيها لا ديو سونال غاز البروموتور الاجتماعات هذه الماراثونيه اللي كانت على مستوى الولايه اللي خلات اكشت استحسان المواطنين هذو المستفيدين من هذا النمط تاع الاخر. وشافوا كما شفتوا نتوما الحمد لله ربي فرجها لنا بهذا السكن، وان شاء الله تكون عذبه مربوحه والعقوبه اللي راهم ينتظروا ان شاء الله في السكنه تاعهم، ربي يفرج على كل مغبون ان شاء الله. يعني هذه عينه من المستفيدين، عائله من المستفيدين من مشروع 60 سكن ترقاوي مدعم، ان شاء الله ربي يفرحوا فيه وان شاء الله العقوبه للي مازالوا كاع ان شاء الله يا ربي، وانتم ربي يفرحكم وربي يعطيكم ما يتمنوا ان شاء الله يا ربي. الفرحه هذه رانا حنا نتقاسموها معاهم وان شاء الله نكملوا في هذا النمط باش نزيدوا نوزعوا في البرامج تاع البرنامج تاعنا تاع هذا النمط 220 مسكن ان شاء الله، بالنظر على البرنامج تاع الاجتماعي النمط السكن الاجتماعي ان شاء الله.